هاي الأخضر هاي الأبيض يا سكر هاي البني شو صار اسمه هذا؟ علي من استخدام تفضل علي بيجوا بعض الشباب اللي عندي لون على المحل بيقولوا لي بدنا نزوق أول شغلة طعم الحرية بيقول لي مثلا بدي أنا بوري بيقول لي لون لي يا مثلا بعلم الاستقلال بلون له يا مشان شاب تاني بيطلب شو بيطلب مني بيقول لي مثلا حط لي اكتب لي عليه مثلا كلمه ارحل على طاس البوظه فهمت شلون بيقول لي مثلا بدي انا كلمه ارحل